طبعا بطوله كتير مهمه لانه عم ترجع الحياه بشكل كبير للبطوله الهلالي ولو من دبي. كل اكسبكتيشن تبعولها للفرقه اللبنانيه الفرقه اللبنانيه بتصور رح يكون شوي وضعها اول كم جيم بس كل فريق وقت يكون له زمان ما عم يلعب ما عم يتمرن وما عم يلعب جيمات بالاخص بده يكون في شوية بطء باللعب شوية تورن اوفرز شوية بده شي 3 4 جيمز يعني بنشوفه ب سكند بارت من التورنمنت احسن يعني كوارتر فاينل سيمي فاينل ببلش يبين فريق مضبوط هذا شيء طبيعي من وراء التوقيف الدوري بلبنان يلي للاسف كلنا عم نطلع حقها اليوم في اثنين لعيبه يعني اليوم فادي هو موجود بالدوره شامبين مش موجود علي بس انه مع فريقه شامبين كل اللعيبه تشتت يعني تشتت وهذا شيء بوقف بالفعل برأيك الفرق اللبناني بعد المرشح الأولي للفوز بدورة دبي اللي هن الأنجح فيها على الإطلاق؟ أنا بقول أكيد أنا أكيد بعد دول كيمستري غايبة خاصة بيروت نادي بيروت نادي رياضي بعده منيح في عناصر كثير منيحة في أجانب كثير منيحة ونادي رياضي معروف يعني على طول في عنده الويننج سبيريت ويننج مينتاليتي نعرف حتى لو بيخسر بأول مراحل الدورة بيرجع يعرف كيف يربح نادي بيروت كان هذه السنة كنا بالفاينل كمان عنا جود اكسبيرينس صح ونادي هوب ما فينا نسكت